بسم الله الرحمن الرحيم. الأحباء والأعزاء في كل مكان، مشاهدي ومتابعي قناة جوار السويس، مفاجأة بالنسبة لي بس مفاجأة سعيدة. أنا في حي العرب بجوار مبنى المحافظة ومع نجم النجوم في بكلاويز، البكلاويز بالطريقة البورسعيدية. حبايبي في كل مكان، حبايب قناة جوار السويس، أي واحد هيزور بورسعيد لازم يجي يسأل على بكلاويز وجندفلي أبو يوسف. معانا أبو يوسف، السلام عليكم. منور الدنيا واسم على العلم، واسمك مسمع من أيام والدك. وبقى له كم سنة المحل؟ المحل الاساسي بتاعنا، المحل ده هم فيه هنا ثلاث فروع في بورسعيد. الفرع الاساسي المحل في شارع الالويه والحميدي. ايوه، اللي هي منطقه عند الحميدي. ده المحل ده بقى له داخل على اكتر من 80 سنه. انت هقول لك على حاجه، انا على قد وانا كده كبير في السن، المحل في الحميدي ده كنت رئيس لجنه انتخابات في بورسعيد، وتشرفت اني كلت في المحل ده. ومش ناسي الطعم ولا النظافه ولا الجمال بتاع المحل اللي كان فيه محل مش كده؟ جد الله يرحمه كان اسمه وعلم تاريخ. بقول لك انا خدت حبايبي اللي هم زمايلي اللي كنا من السويس وجايين رؤساء لجان انتخابيه، فواحد حبيبنا بورسعيد قال له بص تعالوا انتوا سويسه، بس تعالوا اوريكم اكل عمركم ما اكلتوها. وفعلا صدق، كانت اجمل اكله. الله يخليك يا رب. اكله بكلاويز. الله يكرمك، منور الدنيا يا ريس. ليه بالطريقه البورسعيديه؟ البورسعيديه طريقه بسيطه وسهله ومش مكلفه، غير الطريقه الاسكندراني. غير الطريقه الاسكندراني، احنا هنا غير الطريقه. انا عندي في القناه، انا عامل كذا فيديو بطريقتي انا بطبخي. انا عندي بعمل هنا اربع طرق مثلا. قول لي يا حبيبي. بعمله بالشوربه عادي، وبعمله بالطحينه، وبعمله بالصلصه، وبعمله اللي هي بالخلطه الاسكندراني، بس انا بعمله بالخلطه بتاعت بورسعيد. بس رقم واحد، انت معايا لازم تكون صحيه. انا شايفها كلها دي ثالث مرحله. دي ثالث مرحله. يعني اول مرحله البكلاويز اصلا بيكون عايش مدفون في الرمل. تمام. البكلاويز بعد ما بيجي دي ثاني مرحله. الحاج يوسف الله يديله الصحه، ده الحاج يوسف. ده ابو يوسف. هنقرب منهم يا جماعه برضو عشان دول تاريخ مش كده؟ طبعا، هم الخير والبركه. الخير والبركه زي ما هو بيقول. الحاج يوسف ده والدي. وده جدي اللي هو ابو يوسف. ابو جدي اللي هو اللي انا اكلت عنده عند الحميدي. حبيب قلبي الله يرحمك، انا بقول لك الله يرحمك، لقمتك حلوه وناسك حلوه والله كده يا يوسف. وانت سميت بقى يوسف على اساس الجد ولا على اساس ايه؟ انا اتسميت على اسم الجد، ولما ربنا من عليا جبت يوسف سميت على اسم الجد. ابو يوسف، احلى يوسف. نرجع لكلامنا تاني. بصوا يا جماعه، لازم تطلع لسانها، ولو حطيت لها ملح تطلع لسانها اكتر، صح؟ واول حاجه زي ما انا قلت لك، هو بيعيش مدفون في الرمل. لازم عشان يطلع يجي في الصيف، يعني لما يجي لي بقى المحل الشغل البكلاويز، لما يجي يصطادوه يجيبوا لي. محل الحاج لازم الشغل ده بيتغربل. ايوه، من الغربال. بعد الغربله بيتحط في ميه بحر. ميه بحر بقى اللي هي ميه بحر. دي جديده دي. لازم يتنقع في ميه بحر عشان يتمضمض. ينطر الرمله اللي فيه. برافو عليك. ينطر رمل، وبعد ما ينطر رمل وانت تاكله بقى ما فيهوش رمل خالص. بسم الله ما شاء الله. انا شايف حبيبي ده جندفلي. ده جندفلي بلدي عرايس. هنا اسماعيليه ولا هنا؟ لا، ده اسماعيلاوي. ده الله ينور، عشان انا الحمد لله عندنا ده جندفلي والشغل البلدي اسماعيلاوي. الشغل البلدي عموما 90% منه اسماعيليه. اجمل منطقه فعلا المنطقه الاسماعيليه، صح؟ كل محافظه ربنا مبارك لها برزق. الله ينور عليك. اسماعيليه بحاجه، بورسعيد هنا بحاجة، وربنا يزيدك من الرزق يا رب. رب. هنا ده الجندوف العرايس، صح؟ العرايس. وبيكبر عن كده يا ابو يوسف. انا بخلته قبل كده. اكبر من كده، اكبر من كده مش هيبقى ملحم، هيبقى هزيل بقى. هيبقى هزيل. انما الحبايه دي، ده الحجم ده مليان. ده خبره يا جماعه. بص 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 بص، ادي اللحمه اهو، وهيوريكم. بصوا يا جماعه، على قد ما هي ما تقولش صغيره. مليانه وسمينه يعني. الله الله، بصوا يا جماعه الجمال. اكبر من كده بقى هيبقى فاضي مفيش. بصوا يا جماعه، طبعا بيدخل اللسان بتاعه. ده اول نوع يعتبر اللي هو ايه، العرايس. ده البريمو. ده الايه؟
ده البريمو. ده البريمو. ده غير العرايس البريمو. لا. لا. الله لا. ده اللي انا اكلته ولا فاكر بقى. ده البريمو ده. ده اللي انا اكلته. ده لا لا يعلى عليه. الله ينور عليه. عايز ابين بس ان هو صاحي بيبصوا يا جماعه بيدخل بص وبينطر ميه. انا برضو ما انا بكلم مع الاستاذنا الحبيبي هتلاقوا ان هو ليه بينطر ميه ولا ما بتعرفش بينطر ميه لانه هو زي ما قلت لحضرتك هو بيكون عايش في الرمل انا بحطه في ميه البحر عشان اطلع رمله اللي كان عايش فيه هو بيتمضمض بيبخ رمله يعني يعتبر تنقيه فلتر طبيعيه من ميه البحر. بصوا يا جماعه ده اعلى نوع حضرتك بتقول اعلى يبقى حضرتك حط لي كام واحده على كف ايدك كده او في الكفه. الله على جمال الجندفلي. اسمه ايه بقى؟ بكلاويس بلدي. بلدي ده البريمو يا جماعه البلدي. وانا اتذكر عليه شوت شوربه يا جماعه البكلاويس البلدي ده ولا مش معايا يا ابو يوسف؟ امال ايه؟ ها؟ طبعا شوت شوربه. بسم الله ما شاء الله. يبقى يا جماعه شفنا العرايس وادي على قد الحبايه ما هي. صدقني مش مصدقني ولا ايه؟ وبتناقش مع ابو يوسف قال لي لا مش حكايه كبر او صغر الكبيره بتبقى هزيله لان فعلا هزيله اكبر من كده اكبر من كده اكبر من كده هزيل ما فيهوش لحم. بصوا يا جماعه فعلا القرص اللحم مليان بسم الله ما شاء الله. انا بصراحه فوجئت ان هو بيقول لي انا حاطط في ميه بحر. طبعا ميه بحر مش ميه بحر صافي. ميه بحر صافي. ميه بحر صافي دي من البيئه بتاعته. دي ميه بحر صافي. اللهم صل على النبي. السعر واحد ولا بيختلف يا ابو؟ الاسعار دلوقتي مختلفه خالص. لا يعني الجندفلي اللي هو سعره اقل منه. اقل لانه ده الموسم بتاعه. ده الموسم بتاعه بتاع ده الموسم بتاع ده الموسم ده انتهى. يعني ده بتجده بصعوبه يعتبر حاليا. ده بيجي ممكن كل خمس ست ايام يجي 10 كيلو. ما الصغير خالص ده ايه ده؟ وبرده لويس بلدي برضه. ها؟ لويس بلدي بس صغير حجمه صغير. ده البلدي ده الكبير وده الصغير. بس طبعا الحجم الكبير احسن يا ابو يوسف. في ناس حسب ما بتحب. انا ما بعرفش اكل حاجه صغيره. اخويا العكس. اخويا لو شاف الكبير ما بياكلوش بياكل الصغير. الصغير شوربه وفص وطعم 10 بتفكرني بسمك الجوابي. الله ينور عليك. الصغير قد كده مش بالكبر. مش بالكبر هو مش بكبر الحاجه. لا لا لا, لا بالطعم طبعا. الله ينور عليك. طب لو احنا قلنا الطبق بتاعك بتاع الجندفل البلدي في احجام ولا كله صنف كله حجم واحد؟ كل سعر كل حاجه ولها سعرها. طيب الله ينور عليك. ولها سعرها. طبعا يا جماعه احنا بندعوكم من خلال قناه جوار السويس ان كنتوا تشرفوني الاول لان انا فعلا عن تجربه دقت واكلت من ايد ابو يوسف كذا مره. تعالى اطلب الجندفلي البلدي. احنا خدمه ليك برضه عشان اهلي هنا في السويس. لو حد عايز اوصل له هوصل له الجندفلي في ايس بوكس في السوبر جيت ويبعت لي الحساب على فودافون كاش. تمام. على انه تليفون يا استاذ؟ بصوا يا جماعه هنستعرض التليفونات. حضراتكم هتبداوا تطلبوا الاوردر من ابو يوسف اهو 012-76-74-378 او 012 خدمة توصيل المنازل 012-219-52019 واخر تليفون. الثلاثة شغالين يا ابو يوسف. الرقم الاخير ده بتاع الحاج يوسف. بتاع الحاج يوسف الاخير اللي انا هقوله دلوقتي. 012-84-32-7000 ابو يوسف علم من اعلام بورسعيد في البكلاويز والطريقه البورسعيديه. خطوه بخطوه مع ابو يوسف تجهيز اكله بكلاويز. وانا بغسل البكلاويز. اتفضل يا حبيبي. هتعمله بطريقه شوربه ولا شوربه؟ شوربه بقى. الله ينور عليك. هو ده يسقع اهو نشرب شوربه نتدفى شويه. اول حاجه يا جماعه هناخد البكلاويز دي خطوة بخطوة. طبعا. وبعدين بينزل عليه مية حلوة بالحنفية. عشان يغسله بقى. يبدأ يغسله يا جماعة. يطلع مني على الأكل على طول. انت بتاخده مني عشان ما يبقاش يا جماعة، مع إن هو غسله بالرملة كتير، لكن بصوا الطريقة يا جماعة. ست البيت والراجل الغاوي يعمل
في البيت دي طريقه تجهيز البكلاويز العرايس. بيسميه جندوفلي، يمشي برضو تمشي جندوفلي. كل محافظه ليها في السويس عندكم نوع من انواع اللبز. احنا هنا بكلاويز اسماعيليه بيسموه خلول. خلول غير ام الخلول. واسكندريه ما فيش هيك جندوفلي. في اسكندريه فيه؟ في اسكندريه فيه طبعا. بصوا يا جماعه طريقه غسيل وتنقيل ليه بيعمل كده؟ عشان لو واحده فيها طينه بتعرفها، صح كده ولا انا مش معاك؟ خبره بتعرف اللي فيها طينه، يعني لو فيها واحده طينه هتبوظ ايه الطبخه كلها. هسيبه يا جماعه. بصوا يا جماعه، عرف الطريقه. هسيبه هو هنا وهتابع مع بعض. انا عاجبني قوي الجندوفل البلدي وهو بينطر الميه، حاجه جميله وحاجه فعلا جديده على اغلب المشاهدين. انا انتظر بس يطلع الميه، بينزل ايه ده زي خرطوم ميه صغير كده. وادي كله صاحي يا جماعه، بصوا كله صاحي. ما هو في ميه بحر فما تخافش، لكن لو هو اللي حطه ميه ثانيه يخرج من الميه يقفل بقى زي مش كده؟ دي خبره، خبره طبعا ورثتها عن جدك وعن والدك طبعا طبعا. بص يا جماعه، بص يا طلعه يا رمله، بص طلعت وطالعه رمله طينه يا بدر. اهم حاجه حضرتك بتنصح بيها انك انت غمليت غسيل ودعك الجندوفلي ببعضه. احنا عندنا هنا انت بتاخد الحاجه مني على الاكل على طول. على طول طبعا. الكبه ديت المفروض احنا بنعملها للمحل اللي شغلنا. الهزه دي مش هزه ما بلعبش. ما انا عارف. يعني قول اشرح حضرتك. انا بعمل عشان كده عشان اطلع الحبايه اللي فيها رمل زي اللي انت شفتها. ايوه تبقى خفيفه. ليها حاجه معينه كده انا بعرفها. مش عايز يقول يا جماعه، وده سر مهنة انا احترمه جدا. الله عليك، شوقتني لاكله يمكن من مش عايز اقول سن يعني جامد. بصوا يا جماعه، لازم يطلع وبيعرف الحبايه اللي هي فيها رمله. يلا ادهم يلا. يرجع يشوف الثاني اكيد. يا جماعه خطوه بخطوه. خلصنا الميزان بقى. الله ينور عليك، الله ينور عليك. مع بعض طريقه عمل طهي بكلاويز بطريقه البورسعيديه او بطريقه ابو يوسف. يا جماعه اللي ما يعرفش ابو يوسف ده يبقى سوري في اللفظ، ما اكلش فواكه بحر. بدعوا تاني من خلال القناه اي حد من حبايبي في بورسعيد او من خارج بورسعيد جاي في زياره ياخد عنوانه وياخد تليفونه وهيشرب احلى شوربه وهياكل اكله مش هينساها. حاجه خفيفه قوي مش كده ابو يوسف؟ الزيت يسخن يبدا الزيت يسخن. يبدا الزيت يسخن. ثانيه واحده اجيب بس المسحه. يبدا بقى نحط التوم. توم قد ايه توم تقريبا على الكيلو؟ وريني المعلقه كده. يعني معلقه. من اسرار الثوم يا جماعه اللي دقه مش كده؟ الثوم علي دقه صح ولا لا؟
مجرد بعد قد ايه احط له حاجه يا دوبك بس الثومه ما تتمرش تصفر بس تصفر بس حط البكلاويز ليه تمام يعني كيف كوبايه ميه اي اي ايه التوابل بقى سر بقى كمون كمون سن الكاري سن الكاري سنة بص يا جماعه دي مفيش سن الكاري طبعا السبايسي ده يا جماعه بالصلاه بتحطلوش ملح تاني حط ملح مش كتير برضه لا يعني عشان هو اساسا بص يا جماعه يعني حوالي مفيش ذره ملح بس غطي بقى عليه غطى عليه وياخد وقت قد ايه تقريبا 7 دقايق لفتح ادي كل البكلاويز او الجندوفلي العرايس فتح طبعا هو كده مركز جدا هيبدا يحط له قيمه كوبايه ميه صح كده حسب بقى كام واحد هيشرب شوربه يعني مش مهم يعني ايه خليها مركزه وهو بيستوى يا جماعه ابو يوسف حط ليمون ليمونه ولا نص حسب قلبي حسب حسب المزاج بتاع حضراتكم ليمونايه وهي خلاص فتحت قبل ما يقدم الطبق ينزل الطبق جاهز يطلع ينزل الطبق جاهز على كده يا جماعه يبقى انا ليمونتين تقريبا مش كده تمام يبقى هو يا جماعه قسم الشوربه الاول وبعدين ايه هيقسم الجندوفلي التقديم يا جماعه البكلاويز او الجندوفلي العرايس لوحده وشوربه عشان تتمتع بطعم الشوربه لوحدها والف هنا وصحه على كل زائر لمحل ابي يوسف للبكلاويز احلى شويه شوربه عن تجربه وعن ممارسه فعليه تعالى عند محل ابو يوسف هتجد ان شاء الله متعه الطعم والطريقه البورسعيدية واحلى فعلا البكلاويز والبحريات فوق البحر اجمل حاجه فيها تاكلها بشويه طحينه يكونوا مركزين يا جماعه ادي يا جماعه لحم البكلاويز او جندوفلي العرايس حسب تسميه كل منطقة وبسم الله ما شاء الله توكلت على الله ألف هنا تعالوا معنا.